لابد أن نتفكر، نتدبر، نتأمل في مخلوقات الله. Tiga nombor yang kita zahir zaitakin tu pula Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga wui mandin kerana tiga rizab buat itu pula Allah Subhanahu Wa Taala. عندما الآن تنظر في هذه المخلوقات هذه الدواب. Bila tiga zaman dijer mana kita tiga mana yang tiada umbre ni si haz zurah ya berusan. Mana alamah? Yang tadi nampi tiga nombor nanti ia nampi anak cenderu awum zurah ya berurah hingusan itu. هذه البقرة الآن عندما تلد. Zanwe mana kita umbre nombor yang rekantir lagi. المولود هذا الصغير يأتي ويرضع من أمه. زاني هوم كيل كيلين زان لي أنا كهوم بين زان فهم بوك زاني دفهم ميزان فما حيوة إيوم يلمنون أمرين. من علم هذا؟ يزن بيانا تزن. الولد الصغير عندما يولد يأتي إلى ثدي الأم ويلتقم الثدي ويرضع. وتنزقنا برانتي أنك نشتغل بيل زانة ريفا تيرك زازا. من علم هذا؟ تقول دي من دي هذا حين لي زازا نريفا مارين كنون رينو تقول دي فمنون أوتوماتيكي يزن بيانا تزا حياة. في كل يوم تطلع الشمس من هنا وتغرب من هنا. سنان نبرن هي تتسيكا في فسح مصان بكنتنانا أرمليت من أنديفا. هل يمكن أن يكون لهذا الكون أكثر من خالق؟ يوزم سريتا نسيتكوي رحيا بيابزون أمبارن دي possible في إسبحاري معرزان نحارن رحيا بزون نعم